مرحبا بكم مشاهدينا الكرام، أهلا وسهلا بكم في هذا البث المباشر وهذا النقاش الذي هنا من العاصمة التونسية مدينة أجدير. نحييكم ونحيي جميع المتتبعين الرياضيين والجماهير المغربية بصفة عامة. فكما تعلمون فالمنتخب الوطني المغربي وكتيبة وليد الركراكي تستعد وتضع آخر لمسات قبل المواجهة النارية والمواجهة الحارقة التي ستجمعها مع ليبيريا بملعب أزرار بمدينة أكادير يوم السبت القادم 9 شتنبر الجاري. ووليد الركراكي خاض مجموعة من الحصص التدريبية بطبيعة الحال استعدادا لهذه المواجهة اللي ربما فقط كتبقى مواجهة من أجل تحصيل حاصل. فأسود الأطلس تأهلوا بشكل مبكر إلى العرس الإفريقي وكأس إفريقيا التي ستقام في الكوت ديفوار بطبيعة الحال. فبغينا الآراء ديالكم بخصوص هذه المقابلة، بغينا تشاركوا معنا الارتسامات ديالكم وايضا التعليق ديالكم اللي غادي نقراوها بطبيعة الحال من خلال كتابة التعليق ديالكم. كل واحد يقول لنا كيفاش كيشوف هذه المباراة، شنو هي القراءة ديالو للمباراة، كيفاش كيشوف ربما ايضا عودة اسود الاطلس الى مدينة أكادير بعد غياب دام لسنوات طويلة من اجل اجراء هذه المباراة، وايضا هل الجماهير المغربية ستكون في الموعد وستؤتت مدرجات ملعب أدرار وسيكون الملعب ممتلئ عن آخره، وهذا ما نتمنى بطبيعة الحال حتى تكون الفرجة على المستطيل الأخضر وتكون أيضا الفرجة بالمدرجات من خلال الأهازيج، من خلال أيضا الهتافات والتشجيعات. ودائما فالجماهير السوسية والجماهير المغربية بصفة عامة عودتنا على الفرجة، عودتنا بأنها تكون دائما في الموعد. ف وليد الركراكي كما قلت خاض مجموعة من الحصص التدريبية التي طبعا كانت آخر حصة التي امتدت حوالي ساعة ونصف بطبيعة الحال، وركز بشكل كبير على الجانب التقني وعلى إزالة العياء من أجل أن تكون كتيبته في أحسن الأحوال. كتيبة وليد الركراكي بطبيعة الحال تجري حصصها التدريبية في مركب محمد السادس لكرة القدم بالمعمورة، وستشد الرحال إلى مدينة أكادير يوم الجمعة بطبيعة الحال بعد يوم غد على أن تجرى المباراة يوم السبت، وستكون بطبيعة الحال الجماهير المغربية مع ندوة صحفية سيعقدها الناخب الوطني وليد الركراكي يوم الجمعة بداية من الساعة 6:30 بقاعة الاجتماعات بالمركب الرياضي أدرير بمدينة أكادير. فالجمهور السوسي سيكون على موعد مع هذه المباراة وسيشد الرحال صوب ملعب أدرير من أجل مؤازرة الأسود في هذه المباراة، رغم كما قلت تأهل أسود الأطلس إلى العرس الإفريقي ولنهائيات كأس إفريقيا بالكوت ديفوار. كيفاش انتم كتشوفوا هذه المباراة، شنو هي القراءة ديالكم، واش بطبيعة الحال الجماهير غادي تكون حاضرة بقوة وغادي يكون الملعب ممتلئ عن آخره؟ هذا ما ننتظره من خلال التعليق ديالكم متابعينا الأوفياء. أقرأوا لي حسن كيقول يجب تدخل الأشعال حتى جا المنتخب وبداو يخدموا وزيروا، واش الجمهور ديال الحسنية ماشي من حقه يشوف المدينة ديالو وملعب ديالو يكون نقي المحيط ديالو طرقات الترونسبور؟ أكيد يا أخي، فبطبيعة الحال ربما محيط ملعب أدرار كان إلى وقت قريب نقطة سوداء، لكن اليوم يعني شفنا الأشغال على قدم وساق من أجل الاستعداد لهذا العرس الرياضي، وهذا العرس اللي غادي تكون مدينة الانبعاث شاهدة عليه. وبالتالي فتحية لكاع المسؤولين اللي قاموا بمجهودات جبارة من أجل أنه تكون المداخل والبوابات ديال ملعب أدرار في أحسن حلة، وتقدم واحد صورة إيجابية واحد صورة جميلة على هذه المنشأة الرياضية، وفي انتظار بطبيعة الحال بدل مجهودات أخرى من أجل باش أننا نشوفوا
الملعب ديال الأدرار والمحيط ديالو في أحسن حلة. فبطبيعة الحال أيضا الهاجس ديال ترونسبور ووسائل النقل اللي كتكون يعني على القلة ديالها، أو إنما نقول بأنها منعدمة صوب ملعب أدرار، ربما ستكون مثابة واحدة حجر عطرة أيضا أمام الجماهير اللي بغات تمشي باش أنها تشجع المنتخب الوطني. وهذا نداء لكل المسؤولين من أجل توفير وسائل النقل حتى تضمن الجماهير الأريحية ديالها وتنقل بسهولة وبسلاسة. وأيضا شفنا بأنه سيتم فتح المعبر الطرقي، أو بطبيعة الحال سيتم فتح الطريق السريع أو الطريق المداري اللي غادي يكون يعني غير بطل مطار المسيرة بملعب أدرار. فكنتمنى باش نشوفوا مباراة في المستوى، ونشوفوا بطبيعة الحال الكتيبة ديال وليد الركراكي اللي غادي تثبت الأحقية ديالها، وغادي تثبت بطبيعة الحال يعني الجدارة ديالها. إن شاء الله هادشي اللي كنتمناو متابعينا الأعزاء. فالجماهير الرياضية كما قلت ستكون على موعد مع هذا العرس الكروي، وبطبيعة الحال كتيبة وليد الركراكي ستكون في الموعد وسترشم فرجة لا محالة على المستطيل الأخضر من خلال يعني التشكيلة اللي غادي يعتمدها وليد الركراكي في هذه المباراة. فتم الاستدعاء مجموعة من العناصر الجديدة، مجموعة من الأسماء الوازنة، مجموعة من الأسماء أيضا الشابة اللي غادي تحمل القميص الوطني لأول مرة، وينتظر منها الكثير، وينتظر منها أن تقدم مردود تقني وبدني في المستوى العالي اللي غيعطي الأكل ديالو، وغادي ربما أنه يمنحنا وحفر يمنحنا أيضا أسماء جديدة اللي يعول عليها من أجل الدفاع عن ألوان المنتخب الوطني. والعديد من الأسماء الرنانة اللي غادي تقول الكلمة ديالها مستقبلا وستعوض الغائبين. فربما أبرز الغائبين عن هذه المباراة هو حكيم زياش وأيضا بوفال وأسماء أخرى لم يتم الاستدعاء ديالها نظرا لعدم الجاهزية ديالها حسب تصريحات ديال وليد الركراكي. ووليد الركراكي بطبيعة الحال سيقوم كما قلت بالعديد من التغييرات على التشكيلة التي سيدخل بها في مباراة ليبيريا يوم السبت القادم، نظرا للغيابات العديدة التي يعاني منها المنتخب بطبيعة الحال المغربي جراء الإصابات وعدم الجاهزية كما أسلفت الذكر، وكذا أيضا سعيا منه لتجريب عدد كبير من اللاعبين الجدد في ظل شكلية المباراة. فكما قلت فهذه المباراة ستكون فقط من أجل تحصيل حاصل ومن أجل أن يبرهن المنتخب الوطني على المكانة ديالو على المستوى العالمي في ظل الرتبة التي حققها في مونديال قطر باحتلاله المركز الرابع عالميا. وهو مركز ليس بالأمر السهل وليس بالأمر الهين، وأشاد به كل المتتبعين وكل النقاد الرياضيين وصفقوا لهذا الإنجاز التاريخي. إذن مدينة أكادير ستحتضن عرس كبير جدا، وعرس سيكون مشوق ومثير وسيحمل معه العديد من الإطارة والجديد بطبيعة الحال. الشيء اللي كنتمناه إن شاء الله يا رب. فكما قلت لازلنا ننتظر تعليقكم وننتظر اختصاماتكم بخصوص هذه المباراة، كيف ترون هذه المباراة وكيف ترون بطبيعة الحال أيضا ملعب أدرار اللي غيحتضن من طبيعة الحال يعني هذه المباراة، هل سيكون في المستوى، وهل أيضا الجماهير الرياضية ستكون في المستوى وستكون في موعد هذا العرس الكروي الهام، وهذا العرس اللي إن شاء الله غادي نشوفه عرس كبير جدا، عرس رياضي اللي الكل ينتظره بأحر من الجمر وبشغف كبير. إن شاء الله حظ سعيد لكتيبة وليد الركراكي، وحظ سعيد لكل الجماهير التي ستتنقل من كل المدن المغربية من أجل مؤازرة أسود الأطلس في هذه المباراة الهامة. وفي هذه المباراة كما قلت لي كتبقى تحصيل حاصل، فالحدود اللحظة اللي يحتل المنتخب الوطني المغربي
وصفت المجموعة ب11 نقطة، 6 بطبيعة الحال من انتصارين وهزيمة في الوقت الذي يتصدر فيه. وصفت المجموعة 11 ب6 نقاط عفوا من انتصارين وهزيمة في الوقت الذي يتصدر فيه بطبيعة الحال منتخب جنوب افريقيا الترتيب ب7 نقاط، ويتواجد ليبيريا في الصف الثالث بنقطة واحدة. إذا ربما هي مفارقات، لكن ليبيريا ستلعب الكل من أجل الكل، من أجل ربما خلق مفاجأة، ولو أن المفاجأة غير واردة بتاتا في ظل القوة ديال الأسماء الوازنة، وأيضا قوة المنتخب الوطني اللي وليد الركراكي يعرف جيدا وعي كامل الوعي بأهمية المباراة رغم التأهل ديالو المبكر لنهائيات كأس إفريقيا، لكن أعد العدة وسيكون بمثابة الأسد الذي سيزأر بملعب أدرار. إذا ننتظر حضور كثيف وحضور كبير الجمهور المغربي من أجل مؤازرة أسود الأطلس في هذه المباراة. بطبيعة الحال اللي غادي تكون مباراة جميلة، مباراة شيقة، مباراة ديال المتعة، مباراة اللي غادي يستمتع بها الجمهور الحاضر وأيضا كل عشاق المستديرة سواء بالمدرجات وأيضا بالمستطيل الأخضر. ونتمنى حظ سعيد لأسود الأطلس في هذه المباراة. تحية للجميع، وكنشكروا بطبيعة الحال كل المتتبعين الأوفياء اللي كيتابعونا معنا هذا البث المباشر. ف كنحييو أيضا الجالية المغربية المقيمة بديار المهجر، كل بمكان الإقامة ديالو، وإن شاء الله نضرب لكم كما قلت سابقا موعد مع هذا اللقاء ومع كل صغيرة وكبيرة فيما يتعلق بهذه المباراة الهامة. إلى الملتقى.